أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وذلك بسبب الإقبال الكبير على عملية التسجيل، حيث سيكون آخر يوم لإتمام تسجيل المستجدين 18 من شهر فبراير القادم. من جانبه، أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على توفير عدد كاف من فرق العمل لإتمام عملية تسجيل هؤلاء الأبناء من جميع المحافظات بكل سلاسة ويسر، مبينا أن الإقبال الكبير على عملية التسجيل في يومها الأول الذي شهد تسجيل أكثر من 700 طالب وطالبة دفع الوزارة إلى تمديد الفترة المتاحة للتسجيل لتستمر لغاية يوم الاثنين 18 من فبراير المقبل، بحيث يخصص يومان للتسجيل مواليد كل شهر بدلا عن يوم واحد. وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بتوفير المقعد الدراسي وضمان الحق في التعليم لكل طفل يكون قد بلغ سن الإلزام مع بداية العام الدراسي، أي في نهاية شهر أغسطس من كل عام، وذلك تنفيذا لما ورد في المادة السادسة من قانون التعليم لسنة 2005. وقد أشاد أولياء الأمور بجهود وزارة التربية والتعليم في تنظيم عملية تسجيل أبنائهم من الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل، مؤكدين أن الإجراءات التنظيمية قد أسهمت في إتمام عملية التسجيل في وقت قياسي على الرغم من الإقبال الملحوظ منذ اليوم الأول للتسجيل. لله الحمد، وزارة التربية والتعليم استطاعت توفير مقعد دراسي لكل طالب بلغ السن القانوني. هذا اليوم كان يوما مثمرا، استمر تسجيل الطلبة والطالبات بحضور أولياء الأمور في سلاسة ولله الحمد. أمس تم تسجيل أكثر من 700 طالب وطالبة. نظرا للإقبال الكبير، اتخذت الوزارة قرارا بتمديد التسجيل إلى حتى 18 من الشهر القادم. الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لجميع الأخوان أولياء الأمور لاستكمال الطلبات التي تشترطها الوزارة، وهي إجراءات روتينية بسيطة جدا. وأتمنى لأبناء الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح. إحنا في الواقع كوزارة نولي كل مراحل التعليمية أهمية كبيرة، بما فيها الحلقة الأولى التي نحرص على أن يستطيع الطالب أن يجد الخدمة التعليمية في بيئة آمنة تتوفر فيها كافة المتطلبات التي تساعده على الانضمام إلى الحياة المدرسية. اليوم كان تسجيل مواليد شهر يناير النصف الأول، الحمد لله مع أنه ما جينا من وقت كلش، بس التنظيم جدا جدا ممتاز، العملية ميسرة، الأقسام جدا انسيابية، والحمد لله خلصنا من وقت، والله يوفق الجميع. تسجيل في صالة وزارة التربية والتعليم كانت العملية جدا سهلة، ما استغرقت تقريبا ثلث ساعة أو أقل. توقعت أنها بتكون الزحمة، لأن المملكة البحرين كلها الطلاب في صالة وزارة التربية والتعليم. الحمد لله مشت العملية بصورة سريعة، توقعنا ما نوديهم الروضة نرجعهم، بإمكاننا رد نوديهم يعني يكملون يومهم الدراسي. الحمد لله رب العالمين.